مساء السعاده والجمال، مساء الرضا. وحشتوني ومبسوطه جدا ان انا معاكم في سيزون جديد من برنامج طاقه ايجابيه. ان شاء الله السيزون ده هيعجبكم وهتشوفوا فيه كل الطاقات الايجابيه اللي ممكن نشوفها في الدنيا. والنهارده انا مجهزه 3 فقرات، الثلاثه ان شاء الله احسن من بعض. وفي نفس الوقت انا مش عايزه اعمل انترو كبير عشان الفقرات تاخد حقها. اول فقره لينا النهارده معاكم فقره كلها طاقه ايجابيه. كتير سالوني على الخاص يعني ايه تسليم طاقه ايجابيه. انا جبت لكم النهارده دكتوره متخصصه تعلمنا ازاي ناخد الطاقه الايجابيه في حياتنا. معانا النهارده مشرفني ومشرفكم دكتوره ياسمين علام، مدرب دولي ومعالج نفسي وفسيولوجي بالطاقه الحيويه. منورانا يا دكتور. اهلا بيكي يا حبيبي. انا سعيده جدا ان حضرتك معانا ولبيتي الدعوه الجميله ان انت تعرفي جمهورنا يعني ايه طاقه ايجابيه. متشكره والله، انا الاسعد والشرف ليا. اهلا بيكي. انا عايزه ابتدي النهارده حواري معاكي بجمله لفتت نظري على صفحتك. احب اقولها للجمهور. اتفضلي. انا دخلت على صفحتك لقيتك كاتبه بالظبط كده، اني افتخر برجل تهتز المجالس بسيرته. تمام. اللي ما نعرفوش ان الدكتوره ياسمين والدها الفريق الشهيد حسن علام كبير يوران الرئيس، وكان الممثل العسكري البروتوكولي للرئيس الراحل محمد انور السادات. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي، الله يخليك. احنا اللي ما يعرفوش طبعا هو غني عن التعريف، احنا كلنا كنا بنشوف الصوره دي واحنا صغيرين واحنا كبار بنشوفها، بس ما كناش عارفين مين البطل اللي في ظهر الرئيس السادات. فانا مبسوطه جدا من خلال برنامج طاقه ايجابيه ان انا قدرت ان انا اوضح لناس كتير مين البطل الفريق حسن علام اللي في ظهر الرئيس ساعه الاغتيال. حضرتك بس انا عايزه ارجع تاني للجمله. أوكي. اني افتخر برجل تهتز المجالس بسيرته. بتصنع. ايه اللي خلى حضرتك تكتبي كده على صفحتك؟ لاني هو انا بسمع عنه حاجات حلوه جدا، يعني هو انا ما وعايش عليه قوي او خالص تقريبا. يعني هو استشهد في المنصه وانا كان عندي 4 سنين اياميها. كنت صغيره جدا جدا، يعني ما كنتش اوعى على كل قصصه او البيوجرافي بتاع حياته يعني، بس بقيت اسمع الكلام كله من الناس اللي انا حتى ما اعرفهاش، سواء يعني اخواتي الكبار او سواء ناس يعني في الشارع. في حياتك عرفتي في مواقف كتيره جدا جدا. في مواقف كتيره قوي، يعني اذكر موقف مثلا كان موقف رهيب بالنسبه لي، يعني يمكن من 10 سنين ولا حاجه، كنت راكنه العربيه تقريبا غلط، ما اعرفش ان الركنه ديت ممنوع الوقوف فيها، فعلا ده حقيقي، مش ما كنتش مستهبله يعني. وبعدين فجاه لقيت العسكري جاي بيقول لي حضرتك الركنه دي غلط، هاتي البطاقه والرخصه وكده. فديتهم له بقى، وطبعا ايه مستنيه ان انا ادفع مخالفه العادي يعني، وما كنتش فعلا اعرف. فروحت طبعا قال لي حضرتك كلمي الضابط، الضابط ده لواء تقريبا او عميد. فروحت بقى طبعا مرعوبه، قلت له متاسفه جدا يا فندم والله. قال لي تعالي هنا، فترعبت اكتر بقى. اتخضيت. قال لي انت بص كده في البطاقه الرخصه، وبعدين انا اتخضيت اكتر. فانا قلت وانا عامله ايه يا جماعه؟ مش عامله حاجه. تمام. قال لي انت بنت حسن علام؟ قلت له يا فندم في ايه؟ قال لي انت حضرتك تاريخ ماشي على الارض. فعلا. قلت له ربنا يخليك، ربنا يكرمك بقى. وابتديت ايه عينيا بقى تغرغر كده، وابتديت بقى ايه ارتبك يعني. قال لي انا طبعا انا مش عارفه اقول لك ايه، انت ابوكي ده حاجه كلنا بنفتخر بيها في بلدنا وكده، يعني بما ان هو شهيد المنصه يعني. طبعا. فالمهم اداني الرخصه والبطاقه وقال لي كلمتين، بقيت ماشيه للعربيه بقى دموعي نازله لا اراديا يعني. طب نيجي بقى من النقطه دي طاقه ايجابيه ولا طاقه سلبيه اللي والدك سابها لك؟ بصي، موقف ان انا نشات وطلعت صغيره، والدي مش موجود طبعا، بالنسبه للبنت الاب ده اكتر حاجه يعني بتبقى طاقه ايجابيه في حياتها المفروض يعني، دلوعته وحبيبته وقريبه منه وصديقته وكده. فان انا نشات ده مش موجود، وان انا بسمع كل الكلام الحلو الطيب ده، انا طلعت من الحاجه السلبيه اللي هي ان انا نشات مثلا اتولدتي من غيره، من غيره او كده، ان دي حاجه ايجابيه ان انا بسمع الكلام الطيب عنه، ان دي سيرته الحلوه الطيبه الواحد ماشي بيها يعني في حياته بقى، بياخد منهاج في حياته ان هو يعمل كل حاجه فعلا تخلينا يعني
لما نروح يوم القيامه يتشفع لنا بقى مع باذن الله اكيد، وان شاء الله يبقى لينا كذا لقاء الناس بعد كده 70,000 اللي هيتشفع لهم باذن الله. طبعا ده شرف لينا ان حضرتك موجوده معانا، وعايزين بقى نتكلم على الطاقه الايجابيه. يعني انا في ناس كتير بتبقى بتمر بحياتها بظروف صعبه، تقدري تنصحيهم بايه او تعرفيهم الاول يعني ايه طاقه ايجابيه؟ بصي الطاقه الايجابيه هي بكل بساطه كل ما هو يحدث حواليا استقبله بتقبل ورضا، وابعد عن الطاقه السلبيه بحته الرفض وعدم الرضا. تمام، لان احنا اعتدنا النعم في حياتنا، فده بيسمى كفران النعم. مش كفران يعني انا بكفر بالنعم، لا، يعني اللي هو عدم الاحساس بقيمه وجوده النعم اللي ربنا مديها لنا في حياتنا. يعني هو احنا معتبرين حاجات كتيره جدا شيء مسلم بيه، فكون ان انا ابقى على طول مبدا تفكيري المايند سيت بتاعي وسلوكي النفسي والفسيولوجي ان انا ابقى عندي حاله رضا وحاله تقبل، ده في حد ذاته هيديني طاقة إيجابية أبقى ماشية بيها في حياتي، إنها كل شيء متقبلة وراضية بيه، لأني هو ده أكيد أحسن حاجة ممكن تحصل في الوقت ده ربنا بيعملها لي. وإزاي أطلع من قلب المحنة اللي ممكن أكون فيها منحة، أعرف إن دي منحة من ربنا هو مديها لي والحكمة معينة، تمام، علشان اطلع الدروس المستفاده، ايه الخبرات الايجابيه، ايه التعليمات اللي انا اطلع بيها من اي حاجه سلبيه. ازاي يا دكتور بالظبط؟ يعني انا عايزه اوضح للجمهور بطريقه اسهل. يعني انا دلوقتي لو مريت بظرف او بظروف سيئه نفسيا، نتكلم على الكورونا، نتكلم على الكورونا. الناس بتستقبل الكورونا على طول ان هي ممكن تكون، واحيانا في ناس طبعا مش كده، انا عارفه يعني ان هي ممكن تكون حدث سلبي في العالم كله. اوكي، طيب ده لو حدث سلبي هفضل ابص في سلبياته، ومين مات ومين عي ومين فقد شغله ومين وهكذا. طب بص في قلب كل حدث من الاحداث اللي حصلت للناس دي ايه الحكمه؟ هو ربنا بيخلينا نمر بحاجات صعبه عشان يقوينا، عشان نتعلم من الحاجه الصعبه اللي احنا مرينا بيها، عشان نرجع له، عشان نرجع له ونحس بقى بالنعم اللي مسلم بيها وان احنا مش داريانين بيها، عشان نبتدي نحمد ونشكر ونمتن. فطاقه الامتنان هي دي الطاقه الايجابيه يعني بمعناها الحقيقي للطاقه الايجابيه، يعني ان انت تكوني دايما ممتنه للنفس اللي بتتنفسيه. انا بصحى الصبح والحمد لله على ما اصبحت عليه بعد اللي مرينا بيه، بعد اللي مرينا بيه من كورونا اللي احنا فيها. يعني دلوقتي بقى النفس بفلوس، مش شيء مسلم بيه ان انت تصحي من النوم على فكره سليمه. احنا كنا فاكرين ان هو مسلم بيه، ده مش طبيعي باي ذا واي. يعني انت بتكوني في الموتى الصغرى وبتصحي باي ذا واي، يعني ان في موتى كبرى بقى بعد كده. وبعدين الموت احنا خلاص احنا بقينا عندنا حاله من الخوف والرعب منه. فاكتر شيء كمان ممكن يجيب لاي حد كورونا بسهوله غير العدوى من حد، ان مناعته النفسيه ضعيفه، لان الطاقه الايجابيه جواه مش متحفزه. انت الكورونا 50% مناعه نفسيه و50% مناعه جسديه. لو مناعتي النفسيه بكل ما هو يعني له معنى ان النفس تكون عندها حاله من الرضا والقبول واليقين في الله ان هي ربنا حامينا وحافظنا، يعني اللي بيقرا الادعيه مثلا اللي هي بتاعت التحسين او كده يقراها بيقين، مش مجرد ان انا بقراها وخلاص وما عنديش الاحساس اللي جوايا ويقيني حقيقي. لا، لو جينا عند النقطه دي يا دكتور، لو احنا دخلنا الطاقه علم الطاقة الحيوية بالدين الإسلامي، حضرتك بتقولي أنا عند حسن ظن عبدي بي، لو هنتكلم على اليقين فهي الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناها أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن كان خيرا فهو خير وإن كان شرا فهو شر، فليظن ما شاء بقى. أنت هتظن يعني إحنا حتى الدين الإسلامي متهيألي أنا اللي أعرفه برضو، حضرتك يعني أكبر مني في الموضوع ده وخبرة عني في الطاقة الحيوية، على قد خالص. لا إزاي؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن هو اللي ادونا الطاقة الإيجابية. طبعا هو أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام ده طاقة نور لوحده، وكان بيحط إيده والنور اللي بيشع من إيده من بوابات الطاقة اللي في الإيد، هو أصلا الناس بتتشافى. نيجي بقى هنا، ايوه في حاجات كتير للطاقه.
يعني الطاقه الايجابيه دي ممكن تجيلي من الناحيه النفسيه، ان انا لو متضايقه ولازم حد يدعمني عشان يبقى عندي طاقه ايجابيه. ايه تاني غير حضرتك بتقولي اللمس؟ يعني اللمس الرسول عليه الصلاه والسلام كان طاقه بالزبط. ايجابيه بتوصل العلاج. خليني اقول لك العنوان الرئيسي اللي تحت الكلام ده، اللي تحتيه الكلام ده، فعليا احنا روح ونفس وجسد، دي منظومه واحده متكامله لا تنفصل عن بعضها. ايه مدخل النفس؟ الروح. الروح بنبتدي بيها نمرة واحد، هي المدخل للنفس، ثم النفس بتؤثر على الجسد، فهي حاجة كده ماشية in sequence بالترتيب. الروح النفس، الروح بتأثر على النفس، والنفس بتأثر على الجسد. فأنا منين ما غذيت روحانياتي نفسيتي بقت أحسن، فمناعتي النفسية عليت بقت قوية. منين ما نفسيتي بقت قوية، منين ما الجسد ما بيتأثرش، لان في حاجه من العلوم اللي درسها هي السبب النفسي للمرض العضوي او الالم العضوي، يعني المرض من منظور علم النفس، تمام؟ لان اي مرض عضوي له سبب نفسي، حتى الكورونا على فكره. بس مش هخش في تفاصيل الموضوع ده، لانه دوت عباره عن ثلاث صدمات شعوريه مع بعض بتؤدي لي. وطبعا المناعه النفسيه اللي احنا بنتكلم عنها دي هي البوابة اللي ممكن تسهل الدخول او لا. وطبعا يعني انا دلوقتي لو واحد جاله كورونا ازاي قوي مناعته بالطاقة الايجابية؟ انت قصدك المناعة النفسية، المناعة الجسدية. تمام، ما يجيش يقعد يقول لنفسه انا خلاص هموت، انا خلاص هموت. انا هرجع للموضوع ده بس ما اجاوب السؤال بتاعك، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ازاي ممكن بطاقته وطاقته النورانية دي كان بيشافي الناس. دي يعني حاجة معروفة لناس كتيرة، بس برضو هقولها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحط إيده اليمين على أي مكان ألم. أنا جربت الموضوع ده الواحدة، الست انبهرت ساعتها يعني، بس أنا نفسي ما كنتش مصدقة إن التجربة دي هتنجح إلى هذا الحد. كنت مؤمنة بيه؟ أنا مؤمنة بيها وعندي يقين فيها قوي. لأني أنا باخدها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حطيت إيدي اليمين على المكان اللي بيوجع، تمام، وعملت السنة بتاعت الرسول في هذا يعني، وقلت بسم الله الله اكبر اعوذ بالله من شر ما اجد واحاذر سبع مرات، مع ايه؟ مع آية الكرسي، بنيه النيه. ولكل امرئ ما نوى. طاقه النيه وقوه النيه في اي حاجه بتعمليها هي دي اللي بتحقق لك الايه، الحاجه اللي انت فعلا عاوزه توصلي لها. وآية الكرسي وخلاص على كده. الست كان عندها الم رهيب، كانت لسه مغبوطه حته دين خطه. سبحان الله. قالت لي انا مش حاسه بحاجه، انت عملتي ايه؟ قلت لها ولا حاجه والله العظيم، انا قلت كذا 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 وقيت الكرسي. فالست افتكرتني بقى شيخه ومبروكه. قلت لها خالص لا، هي دي الطاقه الايجابيه. احنا كده اتكلمنا على ثلاث حاجات، طاقه اليقين بالله. تمام. او اليقين، وطاقه. تمام. الرضا. تمام. وطاقه الامتنان. الامتنان والتقبل. والتقبل. الرضا يسبقه تقبل، انا متقبله فانا راضيه. تمام. ليه بنلاقي حد وشه فيه نور يقول لك ده طاقته كده حواليها هاله من النور؟ علشان روحانياته عاليه ايا كانت ديانته على فكره، بس عشان ما نبقاش منحازين لحاجه. طبعا. ايا كانت ديانته، هو روحانياته عاليه، هو قريب من ربنا، هو في بينه وبين ربنا عمار. منين ما انت دايما غذيت روحانيتك بقيت عارف معنى نفسك، حتى يعني البنيان لما بيفهم نفسه بيفهم ربه. لما تقدر تفهم نفسك انت كبني ادم، تمام، تقدر تفهم ربك، تبقى انت عايش كده في حياتك فعلا مستمتع بالطاقه الايجابيه، عندك يقين بالله، عندك تقبل لكل شيء ربنا بيعمله لانه عارف ان ده احسن حاجه في افضل وقت الحاجه دي حصلت، عندك رضا، رضا رضا حقيقي، مش مجرد اقول انا راضيه وخلاص، لا، رضا فعلا، لدرجه اني لما بدعي اقول يا رب الحمد لله على ابتلاءاتك قبل نعمك. ايا كان انت ربك ايه، بتكلمه ازاي، احنا خلينا بنتكلم كلام عام. فان انت تحمد ربنا على الابتلاء دي قمه الطاقه الايجابيه، قمه السلام النفسي، وقمه التصالح مع النفس. وانا كان نفسي الفقره تطول اكتر من كده، والفقره الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه هنتكلم بقى على المشاكل الاسريه وحاجات كتير هنعالجها بالطاقه، ازاي نستخدم الطاقه الايجابيه في تربيه يعني ملخص كلام حضرتك النهارده ان هو تفائلوا بالخير تجدوه. طبعا تفائلوا بالخير تجدوه، وتفائلوا ولا تتشائموا، ودي حاجه لازم نكون احنا عايشين بيها علشان نقدر
نكمل نستمر ونكمل ونستمر. نورتيني يا دكتور، وان شاء الله الحلقه الجايه تبقى فقره احسن من كده كمان، وانا مبسوطه قوي بالفقره الجميله دي. ميرسي يا حبيبتي، نورتيني يا دكتور. ميرسي دكتوره ياسمين، ده نورك. انتظروني بعد الفاصل مع فقره شاعر القلوب الاستاذ احمد علي.